وحتى لا ننسى، هو عنوان للمعرض الفوتوغرافي والمرئي الذي أقيم بباحة مستشفى ابن خلدون بالحج بمناسبة مرور عام على الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على مدينة الحوطة. اختزل في طياته كل أشكال المعاناة والحزن وأحباء فقدناهم دفاعا عن هذه الأرض. المعرض كان فكرته جميلة جدا، حيث احتوى على صور للشهداء الذين لولاهم كما قالوا وضعوا في عبارة في البنر، وهذه العبارة أعجبتني، أنه لولا دمائهم لما عدنا إلى ديارنا. المعرض لم يهدف كشف أضرار الخراب والدمار على الحج ومقدراته والأضرار النفسية على المواطن والبنى التحتية في البلاد، بل احتوى أيضا على الجانب الزراعي والمحاصيل والفواكه التي كانت تزرع، ناهيك عن المناظر الجميلة والمواقع السياحية التي تميز بها الحج. حتى لا ننسى، هذا هو عنوان المعرض اللي احنا تطرقنا له. اخترنا اسم المعرض ما بين لحق الدمار ولحق الجمال، بقدر ما عندنا ان مناطق مدمره، ما قدر ما الحرب اثرت فينا بقدر، لكن عندنا مناظر جميله في لحق ما حد يتصور انها موجوده. رسالتنا كبيره، رسالتنا لفت انتباه كبير لمحافظه لحق، المحافظه اللي اكثر محافظه تهمشت واكثر محافظه عانت في الحرب. هنا وقف الحاضرون لحظه تامل، ينظرون الى ما اختزلته لهم الايام الماضيه والتي كانت فيها لحق تزخر في فتره من الزمن بتالقها وبساطه اهلها، والتي باتت هذه الايام في طي النسيان. لاحظنا عده امور جميله، كان الناس كثير منتظرين ان يحصل يعني عرض المآسي التي تعرضت لها لاحق، بس الحمد لله في نظرة تفاؤلية، في نظرة عن المحاصيل الزراعية اللي كانت موجودة في لاحق. إذن فكل ما يتمناه المواطن اللحقي هو العيش بأمان دون أن تكون هناك منغصات لحياته.